معانا اتصال تليفوني. الو الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام، عليكم اتفضل السلام. يا مرحبا، أكلم الدكتور لو سمحت؟ اتفضل يا دكتور، مع حضرتك اتفضل. لو سمحت يا دكتور، أنا عندي الانتصاب قوي كويس، بس سرعة القذف سريعة. حتى بتقذف بعد العلاج بعد ايه؟ لا يا فندم، بتقذف بعد العلاج بعد الادخال بعد حوالي ايه؟ ما فيش دقيقة دقيقتين في الحالة دي. دقيقة ولا دقيقتين؟ طيب دقيقتين. لا طيب انت حدد بس عشان طيب ماشي يا فندم. طيب شكرا هو حضرتك يا عندك فندم لو سمحت، اتفضل. ضعف الإبصار بيأثر على سرعة القذف. حاضر، طيب عندك كام سنة؟ 33. طيب شكرا لاتصالك. سؤال تاني اسهل طبعا، مفيش اي علاقه ما لا بين مفيش سرعه علاقة. الابصار وسرعه القذف. خلينا برضو نقول للناس تعريف سرعه القذف، عشان دي حاجه كتير الناس بتشتكي منها عشان أو ما بتسأل عندهمش فيها يعني. بالظبط كده. يعني احنا كان لغايه يمكن 3 4 سنين فاتوا الناس كانت مختلفه على تعريف سرعه القذف. ناس بتحدده بالوقت، ناس بتحدده بحركه القضيب داخل المهبل، عدد حركه مرات حركة القضيب داخل المهبل، ومحددات أخرى كثيرة. لغاية لما من 4 سنين كده الجمعية العالمية لطب الجنس جمعت عدد من المختصين يعني، وقعدوا أسبوع كده يراجعوا كل الأبحاث اللي كانت موجودة قبل كده عشان يوصلوا لتعريف تتفق عليه الناس كلها. واللي اتفقوا عليه وبقى التعريف الموجود دلوقتي، إن الواحد بيبقى نقول إن هو عنده سرعة قذف إذا كان بيقذف كل مرة أو تقريبا كل مرة قبل العلاج او بمجرد العلاج او في خلال دقيقة من العلاج، ويكون ما بيعرفش يأخر نفسه بنفسه لو عايز، وتكون الحاجة دي بتضايقه او بتضايق مراته. تمام، هو بيقول ان هو ساعات دقيقة او ساعات دقيقتين، ما يعتبر نعتبرش قوي ان هو عنده سرعة قذف. بس خلينا برضو ننبه انه في المتوسط الناس بتقعد من 6 ل 7 دقايق، لكن احنا خدنا المحدد بتاع دقيقة لان اكتر من 90% من الناس اللي بتشتكي من سرعة القذف غالبا بتغذف في خلال دقيقة. تمام، اللي بيغذف بعد دقيقة غالبا مش بيشتكي. سرعة القذف لها اسباب كتيرة برضو، وهي كلها مش نوع واحد. في ناس سريع القذف وهم كده خلقت ربنا والحكاية دي هتفضل معاهم كده، وفي ناس بيبقى عندهم سبب آخر هو اللي أدى لسرعة القذف، زي مثلا السكر، التهاب البروستاتا، التهاب قاعدة مجرى البول الخلفية، لو تعاملنا مع نشاط السبب الغدة ممكن الدرقية. لما يتحسن. بنعالج السبب بيتحسن. الناس اللي هم كده خلقت ربنا عندنا علاجات برضو نخليهم يأخروا القذف شوية.